دي فين؟ هنا. ما انا عارف، ما قلتيش ليه سيادتك؟ يعني ما بترديش على التليفون ليه سيادتك؟ ما سمعتوش، بعدين الناس كلها كانت بتصرخ. وركبت البتاعه دي من غير ما تقولي لي ليه؟ هقول لك ليه. احنا في الملاهي والبنت كانت عايزه تلعب اللعبه دي. ما ينفعش كده سيادتك، كان لازم تبلغيني وانا اقول لك اذا كان ينفع ولا ما ينفعش. على فكره انت بتحرسني مش قابض عليا. اه مظبوط، بس احنا بنعمل كده عشان خاطر عمك، قدم خدمه كبيره للبلد ودي مسؤوليتنا، واعتقد ان سيادتك لازم تشيلي معانا المسؤوليه دي. والله هو انا كده بقى، وبعدين اتعب حضرتك شويه، لان اللي انا فاهماه ان حضرتك موجود هنا عشان انا استريح مش عشان حضرتك اللي تستريح. لا لا الاتوبيسات يلا. ستة وثلاثين وصول، ستة وثلاثين وصول. ايه؟ ايه اللي حصل؟ مفيش. مفيش ده ايه؟ استنى يا عم انت. معقول شريف؟ في حد في الدنيا يعمل كده؟ امال كنت عايزني اعمل ايه يعني؟ ولا تعمل اي حاجة؟ يعني كان هيبقى كويس لو جرى لها حاجة. الله، ما حصلش حاجة يا ابني. رحت لقيتها سليمة وزي الفل وبتلعب. يبقى خلاص بقى، تلم الدور كده وتخليك شاب لطيف. لكن ازاي؟ لازم طبعا تشد عليها وتسمعها كلمتين. تلاقي كان في تلاتة أربعة واقفين شافوها وهي بتتهزق. تلاتة أربعة يا عم فتحي، ده الملاهي كلها كانت بتتفرج. كمان والله أنت مفتري يا أخي. عايز تهزقها قدام الناس كلها ومش عايزه تزعل. والله حصل بقى. ما حصل بقى، والله انت ما عندك دم. انت رايح فين؟ الحقها قبل ما تنام. اقعد بس اقعد، نبقى نصالحها بكره. اه يا عم التقيل انت الرحمه مش كده. اقول لك خليك انت قاعد. مين؟ انا فتحي يا فندم. يا ترى حضرتك صاحي ولا نايمه؟ انا صاحي يا كابتن. كابتن انا بس كنت عايزك في كلمه واحده كده. اه انا نازله لك. بالنسبه لروهان، حضرتك بالنسبه لنا مجرد شغل وبس، وشريف اختاروا لي المهمه دي لانه ظابط كفء، ظابط زي ما الكتاب ما بيقول يعني. وهو الحقيقه اتصرف معاكي بشكل مثالي جدا، او بمعنى اصح انت بالنسبه له الهدف المرغوب تامينه. اوكي، بس ده حتى ما اعتذرش عن اللي عمله. هو شريف كل اللي كان بيسيطر عليه ساعتها انه يحافظ عليك ويامنك. الراجل كمان عايز يقوم بشغله، عشان كده ما تستنيش منه أي اعتذار، لأن عمره ما هيفكر يعتذر لك، والمفروض كمان إنه ما يعتذرش. أنا آسف على فكرة عشان زعلت لك يعني في الملاهي. أنا آسف جدا يا أستاذ روهان، ولا أكنك سمعتي مني أي حاجة خالص. عارفة الواحد بالليل ساعات بيقول كلام غريب كده. وعلشان أأكد لك أسفي، في مفاجأة علشانك. أنا أخدت إذن من الإدارة إنك تكلمي عمي سيادتك. الو الو. ايوه ايوه يا عم، ازيك؟ ازيك انت يا حبيبتي؟ الحمد لله. ازي حضرتك؟ هو ايه اللي بيحصل؟ خير؟ خير ان شاء الله، بس مش هقدر اكلمك كتير دلوقتي. الناس اللي عندك دول امن عليك مني في الوقت الحالي. اسمعي كلامهم. حاضر، بس انت طمني عليك. لا انا كويس، ما تقلقيش، وحابه اتصل بيكي بعدين. لا اله الا الله محمد رسول الله. على فكرة من بكرة كمان الصبح هيكون في نظام جديد خالص للحراسة، مش هيحسس سيادتك بأي خناقة. ميرسي. عليه سيادتك، لو عايزة سيادتك تتصلي بحد تاني أو حاجة. لا ميرسي جدا. سيادتك لو محتاجة أي، لو أي محتاجة أي حاجة حتى في المرور، حتى يعني أي حاجة سيادتك لو عايزة. ميرسي ميرسي، بس أنا فعلا كنت محتاجة أكلم عمي. ما هو أنا حسيت إن سيادتك نفسك تتكلمي. تلاتة لموني يا عاطف بعد إذنك. يا عاطف اثنين بس. شوف روح شوف ال اثنين. يا عاطف واحد بس يا عاطف. هاي ماهر، صباح الخير. ازيك يا حبيبي؟ الحمد لله انا كويسه. المهم انت قولي لي، ما كلمتنيش ليه امبارح؟ تحكي لي. ما حصلش حاجه يعني. ما حصلش حاجه. يا سلام. طب عينك عينك كده.
طب باي بقى. انت مش هتغيري؟ لا بس هروح مشوار صغير كده وجاي على طول. طب اوكي. احمد الايروبيك فوق. انت علي استنى بره. لو سمحتي حضرتك بالظبط. فن كنت اسال بس على الاجراءات علشان عين حراسه زي نور. نعم. طب هوضح لحضرتك بس، هو حضرتك يعني فاضي الفتره اللي جايه؟ عايزه حراسه زي نور. بص خش المسابقه 0800 0800 وهم هيشوفوا. شريف باشا اهلا وسهلا. اسعد بيه. اهلا وسهلا. منور الدنيا كلها. نور سيادتك. اهلا وسهلا. ما تفضل. ارجو ان ما اكونش ازعجتك. لا خالص اتفضل. شكرا شكرا يا باشا. اهلا بيك. كنت مستنيك والله يا باشا. خير يا فندم؟ خير طبعا. لا ابدا، عشان سوء التفاهم والقصه اللي حصلت بيننا دي. انا كنت اتمنى يا فندم ان ما يحصلش ده في اول مقابله بيننا ومن بعض، بس انا عصبي شويه يعني، ساعات ما بعرفش اتحكم في اعصابي. حصل خير يا سعد بيه. هو اللي حطيتي عليكي؟ انت اللي ماشيه واخده في وشك كده ولا كان في حد قدامك؟ جرايه يا بنت، هو انا مش قادر انام ولا مش عاجباكي؟ في ايه حضرتك؟ هقول لك انا بقى. مش هتقدر تغمض عينيك.